اهلا بيكم معايا جمعة بالمدام منال. هناخد النهارده ان شاء الله حصه مجانيه ان شاء الله تستمتعوا بيها اللغه الفرنسيه. مش هخش على طول في المنهج قد ما هناخد كده اغنيه وشويه كلمات. هنخرج النهارده واحنا بنكلم ماما وبابا فرنسي، وعايزه اسمع منكم. مستعدين؟ مستعدين؟ مستعدين ولا لا؟ مستعدين مستعدين. اوكي افيك منال. اللغة الفرنسية لغة جميلة جدا، هي اللغة الثانية اللي موجودة عندنا في مصر. اللغة الفرنسية داخلة في حاجات كتيرة جدا عندنا. احنا كل يوم بنقول فرنساوي واحنا مش حاسين. ماما بتتكلم فرنسي واخويا واختي وانا واللي في الشارع والناس اللي بتبيع لنا، وكل الناس تتكلم فرنسي واحنا مش عارفين. طب هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم ان احنا لما بنيجي نروح نرفه عن نفسنا بنروح فين؟ بنروح السينما. طيب وما بنيجي نحب ناكل حاجه حلوه بناكل جاتو، وما بنيجي نحب نستقبل الناس بنستقبلهم في الصالون، وما بنيجي نحب نشم هوا بنطلع البلكون، وما نحب نيجي نشرب في الصيف اجمد مشروب دلوقتي ضد الكورونا هو الليموناد. يبقى احنا كل يوم بنتكلم فرنسي واحنا مش عارفين.